طبعا أسيل يعني مغرمة بأكلك أول شيء. حبيبتي شوف مريم قولينا أول شيء هذه السلطة سلطة إيش؟ سلطة بالشيري توميتو مع الأناناس. وصارت السفرة جاهزة يا حبيبتي يا مريم. تسلم لي ايدك ويعطيكي الف عافيه يا عمري انت. شكرا شكرا كثير. صحه ونعم. اكيد عارفينه. اي طبعا مين ما بيعرف هاي شربه الحريره. كله راح على الثقيل. ها هذا هذا بكره نفطر فيها. هذه الباستيلا أحلى باستيلا تعملها مريم ما شاء الله عليها. بجنن ما شاء الله أكلها كثير طيب. يس عشان كذا أنا ما دخلت المطبخ وراها أبدا. قلت لها اليوم أكلينا على ذوقك. الخروف المشوي مع أكيد. أحلى أقدر أوصل لكم بس الريحة ما شاء الله ما شاء الله. وهاي باستيلا سنة. تسلمي بيض الله وجهك يا حبيبتي. الله يسلمك تستاهلين. الله يخليك تستاهلي الخير.